حصد النادي الإسماعيلي 3 نقاط غالية بعد فوزه على المصري البورسعيدي ليصل إلى النقطة 26 وله مباراتان مؤجلتان في المسابقة المحلية. وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي صرف مكافأة فورية للاعبين لمزيد من التحفيز والتركيز وتقدير لإجادتهم، ووعد بمزيد من الدعم شرط استمرار ابتسامة جمهور الدراويش. وفي سياق متصل وجه حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي التهنئة لجماهير النادي الإسماعيلي بمناسبة عيد الفطر المبارك عقب الفوز على النادي المصري بهدفين مقابل هدف. وتوجه الجمل بجزير من الشكر للجماهير التي زحفت من الإسماعيلية إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق على الرغم من تبقي ساعات قليلة على أول أيام عيد الفطر المبارك. وأكد الجمل أن لاعبيه كانوا رجالا بالفعل خلال مباراة المصري البورسعيدي، وأشار إلى أن هدفه عودة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية وليس البقاء في مسابقة الدوري.